السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم كلكم عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير والحمد لله. معكم هاردو تايم من موقع جروب ايجيبت فون. النهارده عامل لكم فيديو جديد يا رب يعجبكم، فيديو بيتكلم عن ازاي تعمل هارد ريست لاجهزه لينوفو او تعمل فورمات من بره لاجهزه لينوفو. في اوقات بيبقى اوقات الجهاز فيه مشاكل مش عايز يفتح معاك، بيهنج، في مشاكل جوه في السوفت، فانت بتضطر تعمل له هارد ريست او نسيت الباسورد بتاع الموبايل بتاعك او التاب، فبتضطر تعمل له هارد ريست عشان الجهاز يفتح معاك بدل ما تروح لاي محل ويعمل لك سوفت وير له. الموضوع سهل وبسيط، تابعوا معايا وان شاء الله تقدروا تعملوا اللي انا هعمله ده بسهوله. زي ما انتم شايفين كده، بتمسكوا الموبايل وتضغطوا على زر رفع الصوت، تمام كده، وبعد كده نفضل دايسين، وبعد كده نضغط على زر الباور لمدة ثواني. اول ما الجهاز معانا بيهتز بنشيل ايدينا من على زر الباور وزر رفع الصوت، تمام كده عمل صوت معانا، تمام. جايب لنا القائمة اللي هي بتاعت الفورمات. طبعا اول حاجة لازم نعرفها، لازم ننزل الاول على اللي هو ويب كاش بارتيشن ونضغط على، بنختارها طبعا من خلال زر الباور ونضغط عليها، تمام كده عملنا مسح لملفات الويب كاش. بعد كده بننزل على ويب داتا فاكتوري ليست ونضغط عليها برضو بزر الباور، يعني احنا بنختار بزر الباور، وننزل تاني لتحت ديليت اول يوزر داتا، ضغطنا اوكي وكده عملنا فورمات من الريكفري. الموضوع سهل وبسيط، الموضوع بس محتاج ان انت تضغط بس على الزرار مظبوط وان شاء الله الفورمات يتم معاك بسهوله وما يبقاش فيه اي مشكله. اتمنى الفيديو يعجبكم، اتمنى ان انا رضاكم. يا ريت اللي يعجبه الفيديوهات بتاعتنا يعمل سبسكرايب للقناه او يعمل لايك لينا ويدعمنا عشان نقدر نكمل معاكم. كان معاكم اخوكم هارد تايم من موقع ايجيبت فون.